اللي لفت نظري في الحقيقة هو موضوع التصميم بتاع الحساب الرسمي لفريق سيمبا التنزاني، وعاملين تصميم كده للمباراة وحاجة غريبة شوية. تعال نشوف الشكل ده، قال لك توتال وور، يعني واخدين المباراة في إطار الحرب، وده أمر غير مطلوب. ممكن هما من خلالهم يعني دي طريقة معينة بيحاولوا يحفزوا بيها لاعبتهم، ماشي مفيش مشكلة. لكن هو بيقول لك إيه مثلا؟ بيقول لك مباراة بطولية، مباراة الرجال ضد أبطال أفريقيا، طبعا هنا بيقدروا قيمة النادي الأهلي وده أمر ماشي كويس، لا ينبغي تفويتها، قاتلوا في الميدان للتأكيد أو التأكد من تحقيق الثلاث نقاط. لكن ال 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 الصورة نفسها والحرب والدبابات والجو اللي هم عاملينه ده مبالغ فيه شوية، مبالغ فيه شوية بصراحة يعني. لكن لو ده في إطار التحفيز بالنسبة لهم ماشي، لكن في نفس الوقت اللي يهمني إيه بقى؟ اللي يهمني إيه بقى؟ اتمنى بصراحه يعني يكون مستر بيتسو موسيماني ورى التصميم ده للعيبه، لان ده هيكون اكبر دافع للاعبي النادي الاهلي في المباراه ان هم يعملوا مباراه كبيره جدا في ظل حضور جماهيري واضح ان هو هيكون كتير، مش اقل من 30,000 مشجع، واضح الحماس اللي هيكون عليهم من خلال طبعا اللي شفناه دلوقتي. فده اكبر دافع واكبر حافز للجهاز الفني واللاعبين باذن الله ان هم يفوزوا في هذه المباراه وان يعملوا مباراه كمان كبيره. الملعب بالمناسبه ملعب كويس اللي هيستضيفه مباراه الاهلي وسيمبا، فبالتالي الاجواء كلها هتساعد النادي الاهلي ان هم باذن الله يقدروا يفوزوا في هذه المباراه. ممكن توقيت المباراه صعب شويه، الساعه 3 العصر ودرجه الحراره عاليه شويه فوق ال 30، الرطوبه كمان عاليه، ممكن ده يكون عائق بالنسبه للاعبين، لكن احنا متعودين على الاجواء دي في افريقيا، احنا ابطال افريقيا ما عندناش اي مشكله في الامور دي خالص. لكن الاهم بالنسبه لي ان احنا ناخد كل هذه الامور التحفيزيه اللي بيقوم بيها مسؤوله سيمبا التنزاني، سواء كمان الجهاز الفني او اللاعبين او الاعلام هناك، في اطار الدافع بالنسبه لنا، ناخده بالشكل الايجابي عشان نقدر باذن الله نكسب هذه المباراه. واحنا بنحب الحاجات دي بصراحه، الاهلي بيحب الحاجات اللي زي دي، حاجات بتشجعك بشكل اكبر وتثبت ان انت طبعا بطل افريقيا. باذن الله يكونوا موفقين ان شاء الله، نتمنى التوفيق من عند المولى عز وجل. ده فيما يتعلق بالتعليق على تصميم فريق سيمبا التنزاني على صفحتهم الرسميه على السوشيال ميديا.